اوكي مرة اخرى وليت معاكم اليوم نشوفوا الخوانة ما بغاوش هذيك القمة العربية تنجح. اوكي معليش دونك على بالنا باللي العرب خوانة دونك دائما يكونوا ضد توجو، ولكن علاه راهم كونسونطري على هذا الشيء باللي القمة ما نجحتش فرنسا 24 هذاك الحوار بيان سور كاع الخوانة باينين وزيد لي شان تاعهم يكون المغربية كل الناس راهي تراهم باش تخسر القمة هذه اي بورتون على لي بريسيدون هذاك والملوك هذاك ما جاوش دونك كاين اللي يقول لك بيان سور القمة الفلسطينية تو هما ضد اوكي هما مع التطبيع سي فري دونك اي شيء يخرج باش يوحد الصفوف الفلسطينية هما ما يحملش هاد ما يبغيوش، ولكن باش تشوف كاين واحد الحاجة هناك ثلاث نقاط صراو تروا بوان صراو قبل القمة هذه ولجيري هي اللي على بالها باللي القمة العربية ما يجيوش هادوك لي بريزيدون لجيري على بالها باللي هذوك الملوك والخوانة هذوك يتو ما يجيوش لأن على بالهم دائما مع من يخدموا دوك واش دارت لأن ما على باليش شكون اللي خمم في راسو باش يحط القمة العربية في 1 نوفمبر دونك تخصيص 1 نوفمبر للقمة العربية عنده دلالات كثيرة عنده دلالة كثيرة لا لأن أنت إلى جيت مرحبا بك وبعد نهضروا على البرومي نوفمبر كما دار بار اكزومبل السفير هذاك الجزائري للامم المتحده واحد دي مينوت هو يهضر على البرومي نوفمبر المعركه الطحينه وحنا نديرها ودرنا لان شوط البلد هذا ما استرجعناش بالهضره ولا فرنسا عطاتنا الاستقلال ولا بريطانيا هي التي اسست هذه البلدان هذو دونك نتايا كي تهضر على اول نوفمبر والمعركه كيفاه نتايا الناس كاع يعرفوك بالمقاومه تاعك ايتو هما يبانو شولت يبانو ما يسواوش قدامك لان كاع لي بريزيدون هذوك لا ماجوريتي البلدان تاعهم مصنوعه فيما والبلدان كبيرة كاع بريطانيا هي التي صنعت الحدود تاعها والدرابو تاعها وحطت دي بيرسوناليتي فاميليال لا فامي هي اللي تحكم بالها شكون اللي دار هكذا بريطانيا العظمى ومن بعد ولات فرنسا ثاني حطت بعض البلدان هي اللي خلقتها نفس الشيء دونك ما كان اي واحد يجي يهضر لك مثلا باش يتبهدل كي يجي البرومي نوفوم يقول لك الجزائر العظيمه استرجعت البلد هذه بالدم ايليك دونك لو فات كو وضعت لا دات هذيك شغل قستهم شويه لو برومي لو دو نوفوم اللي عنده كيما نقولوا سومه كبيره في الجزائر ثانيا القمم العربيه معظمها دائما يديروا قمة عربية حتى الاستثناء اللي داروا على ليبيا باش يهجموا على ليبيا هذه وك وحدها بصح القمم العربية الأخرى لو برومي سوجي يهضروا عليه هي فلسطين يقول لك فلسطين الحدود 97 يجيبوا كاع الخردة هذيك هما ما يديروا والو ماذا بهم المشكلة يتكمل المشكلة لماذا؟ لأن هناك طريقة يخمم عليها بعض الواقعيين دون لارمومون ولا دون لي بريزيدون اي تو يقول لك لو كان يكون مشكله في بلد معين لمده سنين ما يجيش عندي المشكل هذا دونك خلي اليهود يتهلهاو
في المشكله تاع فلسطين ما يجيش عندي انايا، لان كي يبدا يجي عندي سورتو هذوك الانظمه الهشه، لا فامي اللي حكمه السعوديه، لا فامي اللي حكمه البحرين، لا فامي اللي حكمه الامارات، منظومه هشه شويه هكذا ينزلك. دونك يقولك الى كاين مشكله في بقعه معينه ما يتهلاش فيها، يتهلا في المشكل تاعو. هذا واحد. ثانيا قلنا كاع القمم يخرجوا مثلا يقولك نجتمعوا، يجي البريزيدون هذا، يجي الامير هذا، سورتو هذوك تاع السعوديه الامارات ايتو، ماذا بهم يديو الشيعه، ماذا بهم كيجي اليوم نجتمعوا غدوه من ذاك يديروا اجتماع الفصائل الفلسطينيه. شغل نتايا كسلطان تاع السعوديه ولا تاع البحرين ولا تاع قطر ولا اي حاجه، تو بارتيسيبي على الفصائل هذه باش يجتمعوا. مي مالوروزمون لالجيري اجتمعت الفصائل قبل انعقاد القمه، دونك المزيه تاعك جيت ولا ما جيتش بوريا. انا يا درت شغلي جيت انت ولا ما جيتش، انا جمعت في الفصائل بدون حضور اي بريزيدون، صافي دير شغل هكذا راك خذ رافو كعشا ما تسواش. دونك الجزائر وخذت شغل لو ريزولتا تاع القمه العربيه دارتها وحدها، شغل هذا انت اللي فشلت القمه العربيه لروحك. دونك هذوك جاو ولا ما جاوش الريزولتا راك درتو، واش دير؟ راك هدرت على قمه بدون ورق، هدرت على قمه على الامن الغذائي في المنطقه، هدرت على كل شيء هدرت عليه قبل ما توصل للقمه العربيه، فهم؟ دونك درت حاجه مثلا اول حاجه سورتو ابري كوفيد، هدرت انت على الامن الغذائي، هدرت مثلا الى تكون حاجه مثل كوفيد كيفاه نديرو نقاوموها، ومن بعد درت اول مره دير قمه بدون ورق، مع انه ذاك ورق شويه، ولكن لي لابتوب لي تابلات لي سكرين هذو كاع اول مره تصرا في بين العرب باش تبروفي على المناخ على حمايه الشجر ايتو. دونك كي يشوفوا هكذا بلي درت كلشي نتايا بدون حضور اي واحد، شوط تقول لواحد هذاك عندك 22 بريزيدون وملك وسلطان وديكتاتور ايتو، تقولهم لازم انايا بغيت نروح نخطب واحد الطفله لازم كاع تجيو باش يقبلوا، ومن بعد انت قبل سميتو الحفل قبل كلش رحت انت خطبتها ودرت الزرده ودرت العرس وحدك، فهذوك علاه يجيو؟ دونك هما يتبهدلوا، يقول لك الجزائر دارت كلش قبل ما نحضروا حنايا، يشوفوا رواحتهم جو ولا ما جوش ما يسواش. دونك يقول لك انا خلاص ما نجيش، نلقى عذر بلي راني مريض، ميم سي لالجيري تاخذ الشيعه والسمعه اللي دارت كلش، انا ما كنتش تما، لو كان كنت تما. دونك الذكاء بين ذكاء الجزائر اللي دارت كلش على بالها بلي هذوك خوانا في اخر دقيقه يقول لك ما نجيش يبهدلك، ومن بعد هذيك القمه العربيه ما تصراش، الفلسطينيين هذوك اللي يشوفوك باللي يستناو في القمه العربيه ما تصراش. دونك انت درت كلش من قبل، درت الخطوبيه الزرده والعرس كلش خلاص، علاه يجيو هما؟ يجي يلقى كلش العرس خلاص. دونك كاين واحد التروازيام بوان اللي قلت لكم عليهم، اينك هادو لي نافير هادو كروس اللي راهم يديروا لونترانمون لي مانوفر في الجزائر. دونك جاو في سمانه يديروا لي مانوفر قبل اول نوفمبر. دونك كاين هادو تاع لي نافير وكاين تاع بعد نوفمبر باش يديروها في شرق في سميتو في غرب الجزائر. دونك يكون تقريبا مع الحدود المغربيه. دونك بور ريبوندر لي مانوفر هذوك اللي راهم يديروا، حنا نجيبو الروس
وشحال من سولدا باش يديروا في الصحراء الجزائريه. دونك هذه تزعج كثيرا هذوك الخليجيين. دونك لازم نفهموا باللي مهما كانت الامور، مهما كان نقول مثلا على مثلا السعوديه والاردن، راهم دائما يمشيوا مع المغرب. علاه؟ سي با باسكو حبا فيهم، نو، لان المنظومه هي مملكه. لو كان يعاونوا الجيري، يعاونوا البوليزاريو غدوه، يتفتت هذاك الحكم الملكي، صافي يولي جمهوري ولا يولي فيدرالي ولا يولي اي حاجه واحده اخرى. اوكي، غدوه طيح هذاك المملكه، دونك يولي هو ما يسواوش. هما يخافوا نفس الشيء يكون مثلا هذاك هذاك السرطان يولي من المغرب يروح للاردن، ما تتاح المملكه الهاشميه هذيك، ومن بعد يطيح السعوديه، من بعد تطيح البحرين، اوبليجي يحكموا هذاك المغرب باش يقعد سيطره مملكه، سينو هذاك المرض هذاك يروح يتناقل من المغرب يروح للسلطنه واحده اخرى يفتتها. هاي لك علاه دائما لازم يقارديو هذاك المغرب، سينو لو كان ما لقوش يخافوا. يقول لك الى الجمهوريين داو المغرب، الاردن، السعوديه، البحرين، هكذا بلد تلو الاخر يتهدم. ومام تو هذو لي مانوفر هذو ما يحملوهمش. دونك تولي لان كي يهضر مثلا ميليتري افريكا هذه ولا الشرق الاوسط يهضر على، قال لك كاين ديزرت شيلد، هذا هي لي مانوفر اللي يديروهم في الصحراء، واللي نافير هذو اللي جاوا للجيجن يهضروا عليهم. شوف اوكي، قال لك من 2017 لي نافير روس عم يجيو للجزائر. هذه سيت ايطاليان، ميم سي رانا نديرو اقتصاد مع الطليان، ولكن شوفوا لي ساتيليت واش راهم يديروا. هذيك لي نافير هذو سي دي نافير روس في الجي سونت. دونك هذا سي النافير روس، هذا الاشاره هذه. دونك عليك نوفا نيوز هذا قال لك شوف لي نافير روس شيب داك في الجزائر. ان اوتر سيت راهم خايفين هذا التقارب الروسي الجزائري، لان علاه؟ تقول لي مثلا بن سلمان او دار تحالف مع روسيا، لا لا دار تحالف بصح ما دارش معاه كما راهش يدير مع الجزائر. الجزائر عطاها السلاح، عطاها الاسانسون، عطاها السلاح، عطاها لا تكنولوجي، ما يخافش. يقول لك اي حاجه جديده نعطيها للجزائر، ما يخافش من الجزائر. ومام طو يدير لي مانوفر هادو معاهم، بصح الاخرين ممسي او يضحك معاهم. شوفوا مثلا مازال ما شدش اس 400 تاعو اردوغان. دونك الشيء الذي ازعج، نقول مثلا ازعج بريطانيا، دونك تشوفوا واش ازعج بريطانيا. ايليك كي تقول بريطانيا، كي تقول بريطانيا راك تقول اولادها، اولادها الخليج. قالك هنايا عمك بوتين او يستحمم في جبرالطار بين المغرب، نقول ما نقولوش المغرب لان هنايا راك ما اسبانيا وجبرالطار البريطانيه. بيان سور كاين طنجه هنايا، وصل لهنا للنافير هذا، النافير الجيريا الى النافير روس، وصل حتى لهنا ولا او يستحمم هنايا بصحته، او يعوم في البحر المتوسط بدون ازعاج. هايليك هذا وحده. هذه لا ميم فوتو واقيلا
هذا سي لو سومارا، لو سومارا روس. هايلك وين وصل؟ ضرب الدورة منا. هذا جا من طرطوس من سوريا، طف 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 طف، وصل لهنا لجبرالطا ولا ضرب الدورة. واش راه يدير هنا؟ هذا الاستفزاز هذا لبريطانيا، استفزاز لبريطانيا، يزعج أولادها الخليج. يقول كيف لالجيري راهي تبعثها لي سومارا لي نافير، راهم يديروا تدريبات ايتو، ما راهمش خايفين في البحر الابيض المتوسط، وراهي في لا زون هذه انترناسيونال. بصح هنايا تلاقات هذوك لي زون انترناسيونال هذو، دونك هنايا شغل السياده البريطانيه دخلوا لجبرالطه، دخلوا ل عينيك على هذا كيف كيف. هذا انوتر نافير روس، هذو كاع سيدي ساتيليت حكموهم الطليان ومع الناطو. دونك هايلك هنايا هاي ضرب طله هنايا، راه جا كي جا الجي سوندر، هذا سيرجي بارك، هذا روس. منين هو جايين هذو؟ ام جايين من سوريا من طرطوس. دونك يجي يضرب الدوره، يستحمم هنا يولي، راه يلعب باليوم بوتين، او يلعب في البحر الابيض المتوسط اللي ما عندوش مقبل قبل الحرب هذه. ثم اني با كونسيرني يقعد هكذا يخلي لك دي سومارا ولا دي نافير هكذا يستحبوه هنا. دونك هذا شوف هنايا في بحر القزوين، شوف الطيارات اللي راهم رايحين باش تشوف يعني مدى القذف اللي كان يرمي بالصواريخ هذا. شوف الاوكران كيفاه طرطق هكا. دونك ديجا منا من بحر القزوين هذه شويه تاع الماء هنايا، شوف شحال الطيارات اللي راحوا الأوكرانية، شوف شحال لي ميسيل ضرب منا. دونك يروح يولي، راح يولي وما عندوش اي مشاكل. دونك اليوم ايماجين لو كان يحتلوا دي نافير كيما هذا في البحر المتوسط. اسبانيا راهي خايفه، ايطاليا راهي خايفه، فرنسا راهي خايفه، وثانيا انجلترا راهي خايفه، مع انه جبل طارق بغات تولي اندبندنت. مع شوف هنايا الدراسه تاعهم دوك، هذه فقط في مده 5 ايام، خمس ايام داروا كاع لي ساتيليت هذو. هذو قدام ايطاليا، اي والله غريس، شوفوا شحال لي نافير تاع الناطو. هذو سيدي النافير تاع روس، وبعد عندك فرنسا، لا غريس، ايطاليا، لاميريك، ناتو، ها هذا من تركيا، هذا من سوريا، هذوك لي نافير ولا لي سومارا تاع روسيا في سوريا هنايا. دونك كان واحد جوج في البحر المتوسط، هايلك على راهم خايفين هذوك الخارج، لان سينجار ممسي مثلا بن سلمان هكذا راه ضد امريكا، ولكن كي يوصل بريطانيا حتى واحد ما يهضر، مام السيسي، مام السيسي. هايلك هنايا هذاك من سوريا او يروح الى البحر المتوسط، بالك يروح للجزائر، كي يوصل للجزائر ايتو حكموهم كاع. شوف اليوم ايطاليا، يا رانا عندنا بيزنس معاهم طربيه، شوف شحال النافير اللي راهم واجدين في ايطاليا. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 راهم واجدين. علاه؟ لان بوتين او يسبح من سوريا للجزائر الى جبل طارق. دونك هذا امريكا قدام ايطاليا،
بيان سور، ناتو، امريكا، ايطاليا، هذه في فرانس 24. اوكي، قال لك علاه هذوك الابراج البحريه راهي تجي للجزائر، اسكو باش يعاونوا مالي ولا علاه؟ هو هضروا على مالي وهضروا على، لا انا بلونكلي هضروا على مالي، هضروا على سميتو باش ينستاليو في البحر المتوسط، خافوا راهم يترعدوا. هذه واحد الصوره اللي هذا ارجيريان تاك هذا اللي دا واحد السلاح يجوز في الجيري في الطريق، حكموا له الصوره كيما هذه ما على بالهمش شنو هذا. هذا الصاروخ هذا يقدر يمحي نص تاع فرنسا في دقيقه، واحد الصاروخ كيما هذا. دونك كي تشوف هنايا ما راش اس 400، كي تشوف هكذا ما راش اس 400 ولا ما راش، لان لي اس 500 مدور، مدور لي اس 500. شكون اللي داير هكذا؟ سميتو دونغ فانغ ال ال الصيني، عندهم من هما، عندهم كيما هذا دونغ فانغ هذا 41، هذا يرازي لك النص تاع اوروبا في دقيقة اكبر. اليوم هو هذا يقدر يروح 12000 كيلومتر، 12000 كيلومتر يضربوه ملاشين حتى الامريكان ولا يرازي لك كاع اوروبا هذا. دونك بالك سي نوتر فيرسيون تاع دونك فانغ هذا، لان حكموه في الجيري او او يتشمس في الجيري بيان سور يخافوا على القدرات العسكريه اللي عندك في الجيري. دونك اليوم كي تلقى الخوان هادو كم يهضروا الجيش 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 بيان سور على عينك علاه، باش الجيري ما تدافعش على روحها. دونك تجيب واحد كيما هذا دونك فانغ هذا 41 اكبر، قلتكم هذا ينحي كاع لورون في دقيقه. ايوا دونك عينك علاه كي تشوف هنايا مثلا الابراج الروسيه راهي تجي لالجيري كل سمانه، يجيك بحر يجيك باخرة عسكريه. دونك هذو كاع المناورات اللي راهي دير هنايا بيان سور استفزاز مباشر للمغرب، عينك استفزاز مباشر للمغرب، راحوا لهنا لطنجة ولاو في زوج هذا. دونك يعني تحوسوا هنا في البحر المتوسط كيما دونك ايماجين انت اللي ماشي في السد، معناها كي درت هذه المناورات هذو سمانة قبل 1 نوفمبر، هو استفزاز للسلاطين هذوك تاع الخليج جيتو، لان هنايا جيت ديريكتومون لوروب، جيت ديريكتومون لجبرالطه، جيت للمغرب صافي استفزاز مباشر. يقول لك هذاك الدونغ فانغ تمحي كاع المغرب في دقيقه. دونك نو سولمون درت اول نوفمبر هي القمه، ثانيا المناورات الروسيه هذو، ثالثا الفصائل هذو كاع اللي اجتمعوا قبل العرس قبل القمه وانت سلكت كلش. دوك هادو كيجيو باش يغسلوا طباسها خلاص العرس خلاص. دوك يقول لك انا علاه نجي انا كرئيس، بصح الغباء هذاك تاع زيطوط يقول لك فشل المبادره ما جاوش الرؤساء. يا علاه يجيو؟ علاه يجيو باش يهضروا ياكلوا؟ علاه العرس خلاص. دوك انت القرارات تاع القمه درتهم الافونس قبل ما تخرج القمه، انت خرج امبريميت كلش موجود. دونك هو ما تبهدلو قال كان علاه نروح انا العرس خلاص، يروح انت تجيب واحد في العرس كي خلاص العرس بعد يقول كان انا ما نجيش خلاص. دونك باش
يفسدوا الفرحه هذيك تاع الجزائريين، يضربوك للعمق، يقول لك شوف اللي بريزيدون ما جاوكش السلاطين ما جا، علاه يجي؟ كاين وناس جامي راحوا 20 سنه ما راحش هذاك المغرب للقمم العربيه، جامي راحوا، ماشي جديده كيف كيف كيما الاخرين كاع. دونك ما تلقاوش باللي تلعبنا على لي سونتيم وما جاوش لي بريزيدون، كل احنا عندنا صافي تروازو وهما يعاودوا فيها باش يديروا لها تاجيل. هاي بغيتوا تاجيل، قالوا فيفري لا لا مارس لا لا، هاي نديروها البرومي نوفمبر درع، ومن بعد هو يلعبها لك، راه نجي نجي با بروبليم، بعد توصل دقيقه هذاك ما يجيش. بصح الذكاء للدبلوماط الجيري قال كاين نديروا كلش، جاو ولا ما جاوش العرس خلاص. هاي لي دونك جاو يحشيوها لنا تحشات لهم. دونك اليوم كي تشوف هذوك اللي عندهم، انا قلت لكم عندهم الارماده، عندهم التاوي لي زانفورماسيون، كيفاه يسوقوا لانفورماسيون عندهم، تقريبا تتامن واش راه صاري، تقريبا تتامن. مين ما تشوفش هكذا سكتوا كاع على هذه المناورات هذو، ها باحسن الفرقاطات الروسيه راه في جنوب الناتو. دونك احنا ما راناش نقارنوا رواحتنا للمغرب، رانا نقارنوا رواحتنا للكبار. دونك ما تقوليش مثلا راك تشري سلاح، على راني نشري سلاح عليك، على راني نشري سلاح لاني بغيت نقاوم قوى اجنبيه 26 بلد، خمسة عندهم نيكليا، انت واش دير؟ واش دير كي يصدموك 25 بلد؟ ها دونك كاين اسلحه ما تعرفهمش كاع. دونك اليوم الواحد لازم يتفكر، يخمم على روحه، ما راناش نشوفوا مساكن هذوك الناس، ها الناس بالحفا ما قدرتوهمش، وتروحوا بسميتو تاع الزيتون، بورقه تاع الزيتون باش تدخلوا للصحراويين باش ما يضربوكمش. ايه دونك ما تقارن والو، ما تقارن والو. كاين واحد الحاجه، كاين واحد الحاجه لازم تقرر المصير هذا يكون يعني ميم با 2023، لازم اليوم ديسيدي اسكو حنايا بلد ولا ماشي بلد، على البوليزاريو وعلى فلسطين وعلى البلدان الاخرى. بغيت تتحرر تحرر اخويا، ما تلعبها ليش، لان هذو كاع تزييف يرمي لك لا بودر اوزيو، من بعد انت ما تشوف والو خلاص. هو يلعبها لك بلا ديبلوماسي، لا يا با ديبلوماسي، هكذا كاين ديبلوماسي بصح لازم يكون حاجه واحده اخرى، لازم تحكم هذوك القوى. هذا نسترجع البلد تاعي ولا ما نهضرش. دونك يخافوا عينك، علاه السبب الاساسي هو المناورات هذو تاع روسيا اللي تزعج الناتو، تزعج الكثير، تزعج الكثير. كيفاه روسيا اليوم راهي في الاوكران، من بعد انت جبتها للبحر المتوسط، حنا درنا لها المحال باش ما يجوش من تركي، يقعد ثم في القزوين، يقعد ثم في القرم، انت جبته اليوم الى البحر المتوسط. دونك ما يهضروش على هذه. دونك شتي ريبونس الامريكان اولسو، يقول لك مثلا وي بغيت دير لي سونتي با بروبليم، غدوه تجيب كاع لي نعطيك اون باز ميليتير هنايا، اي وحده في وهران، وحده في جيجل، وحده في عنابة، يا روح بوجي نتايا. يخافوا. دونك شتي مناص ديريكت، ايه انت درت من 16 الى 31 البحريه لروسيا راهي تحوس هنا في البحر المتوسط، بيان سور يخافوا. ومام طو هذاك الخليجي يروح عنده يقول لك يا با بروبليم، نحميك نحميك بالقول، مازال ما بعثش مثلا بواخر تاعو للسعوديه، ولا يبعث مثلا فاغنر للسعوديه، بالهضره فقط. بصح الجزائر سي دي زاكسيون،
هايلك علاه هما ما حملوش لو كان السعوديه ماذا بها تكون اول بلد اللي يروح عليها بوارج هادو، ما يجيوش كاع لالجين ومن بعد يتخلوا على امريكا. بصح ما شافوش اون اكسيون من بوتين، ما شافوش باللي بغى يعطي لهم اس 400. اس 400 مازال ما عطاولهمش، حنايا رانا نشوفوا اس 500 للطيارات. الطيارات السعوديه راهي كونترولي افيك دي بيلوت امريكا، ما عندهم جي عندهم هكذا دي بيلوت مي 56% ولا اكثر، نقول 80% تاع لي بيلوت اللي يسوقوا الطيارات الجدد السعوديه كاع سي دي بيلوت امريكا. يعيطوا لهم يقولوا وليوا للدار، لافياسيون تاع السعوديه تموت. ولكن الجزائر سي دي بيلوت الجيريان اللي راهم يسوقوا فيهم. حاجه جديده يقولوا كاي نبعث دفعه الى روسيا اس وسميتو سوخوي 57، ما تعطينيش انا لي سولدا روسي هما اللي يسوقوهم، لا سي دي بيلوت الجيريان. هايك لا ديفيرونس، هما ميم سي يجيبوا ماتيريال يجيب يعطيوهم ديزانجينيور يعطيوهم دي. شو شريت حاجة ما عندي أنا نعطيك شكون يسيرها. والجزائر لا، نشري حاجة نتعلم فيها طروازو وما يتستيو أس صخوي هذاك 57 يترو نورمال. دونك سي سا لا ديفيرونس، نشوفو كاع هذا. دونك الاستفزاز هذا اللي دارت الجزائر قبل القمة هي 100% باش تقولهم جيتو ولا ما جيتوش، احنا اصلا ماشي عرب. نقولوا احنا رانا امازيغ بغينا نصلحوا بيناتكم كعرب. هاي اللي كي توصل الى قمه وين يقول لك هما يقولوا انتم ماشي عرب، روحوا الى انتم رومان انتم امازيغ. دونك احنا جينا باش نصلحوا بيناتكم، بس انتم ما فهمتوش. دائما يقول لك اتفق العرب لا يتفقوا. هاي لك واش صرا لكم باش ديروا ضحكه كاع البلدان راهي تتقدم تافونسي، هذا عنده بترول، هذا عنده غاز، هذا عنده لي فروي، هذا عنده تمر، هذا لو كنت تلاقاو كاع ديروا قوه عظمى ما تبيع لحتى واحد، ما تشري من عند واحد. عندنا كاع كلش، عندنا السياحه، عندنا التوريزم، عندنا الماء، عندنا طمر، عندنا كلش. واحد هذا يعطي لهذا، بغيت اللحم روح للسودان، بغيت الحليب روح للصومال، بغيت تمر روح للعراق، روح للجزائر بيناد. مي لا لا، ترضخ للمستعمر اللي صنعك. هاي لك البروبليم. والخيانه، انت تقول لواحد دير هكذا يروح يوصلها باش يدير الخيانه عليك. معروفين العرب بالخيانة، معروفين. تروح هاد ايلك واش صرالو ليبيا، ايلك واش صرالو التشاد. ايه التشاد مسكين باش يولي مومبر تاع القمة العربية، الجامعة العربية، راحوا داروا له مشكل سمانة هذه. المجموعات الإرهابية راحوا كاع طرطقوا الحالة، أكثر من 200 واحد اللي مات. دونك هم يسيروا في المجموعات الارهابيه كما بغاو. هاي لك البلد اللي يشوفوه راح نايض يردموه، مما يقبلوش. تقول لهم نحيو الارهاب، نحيو التعصب، نحيو هذا، لا لا، هما يبنيو لي غراتسيال بصح انت يبعث لك الارهاب. ها يبعث لك الارهاب منا هذا ابن هريره، لا لا، شوف هما وين وصلوا. لي زانستيتو لي زونيفرسيتي امريكان يفتحوا يديروا يديروا يديروا، وانت يبعث لك الجهل. دونك الخيانه باين عليهم للاسف الشديد. حنايا تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير هذا ما كان.